السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سعيده بلقياكم متابعي قناه زينب المغير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر واحد المسمن بواحد الشكل مختلف تماما على المسمن العادي. تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للعجين ديال هذا المسمن غادي نحتاجوا ليه على بركه الله 600 غرام ديال الدقيق الابيض، عندي بيضه، عندي حبه ديال الفرماج مثلث او مربع، عندي القليل من السودانيه او الشطه، ثم كيس من خميره الحلويات. غادي نحتاجوا معلقه صغيره ديال الملحه، معلقة كبيرة ديال الزيت النباتية، والقليل من الماء البارد. بالنسبة للأخوات اللي بغاو يستعملوا دقيق الفينو أو دقيق القمح الممتاز، فكياخذوا الكمية. مثلا أنا عندي 600 غرام ديال الدقيق الأبيض، كيديروا 500 غرام ديال الدقيق الأبيض مع 100 غرام ديال دقيق القمح الفينو. ما كنكتروش في العجين ديال المسمن اللي كيطيب في الفران، لأنه تيقطع لينا العجين وما تيجيناش العجين مقرمش. هادو هما المكونات اللي عندنا. ندوز على بركة الله طريقة التحضير. بالنسبة للطريقة فهي جد سهلة. كناخدو هاد الكيس ديال خميرة الحلويات، كنضيفو الخليط لي تيكون جاف. بالنسبة للبيض الفرماجة وهدا الشطة ولا السودانية، فهي فقط كتنسم لينا هاد العجين. غادي ندير قياس معلقة صغيرة ديال الملحة، ثم معلقة ديال الزيت، حتى جوج معالق باش هاد جوج معالق ديال الزيت كيسهلوا علينا طرق ديال العجين. نبدا على بركة الله نخلط هاد المكونات ونجمعها بالماء اللي تيكون بارد. هنا كما كتلاحظوا معايا، من بعد ما كنجمعوا العجين بالقياس الكافي ديال الماء، كنبداو نقلقوا واحد شويه. العجينه كتكون بين وبين، ما قاصحة ما خفيفة. هنا كما كتلاحظوا معايا، من بعد ما كنجمعوها وكندلكوها واحد شوية، غادي ناخدو القليل من الزيت النباتية، تندهنوها بحال هكا، ثم غادي نديرها في واحد البلاستيك فدائي أولا في علبة أولا يعني تيبقى ليكم كما الاختيار. صافي غادي نسد عليها ونخليها ترتاح تجعد واحد نص ساعة ونطلقها ان شاء الله. بالنسبة للحشوة غادي نديرو واحد الحشوة اللي شخصيا انا تتعجبني بزاف، يعني بغض النظر على الدجاج الى غير ذلك، هذه ديال الطون عندها واحد الطعم خاص زوين بزاف. غادي نحتاجو ليها حبة كبيرة ديال بصلة مشلطة، غادي نحتاجو ليها فلافل ملونة، يعني نديرو غير نص حبة نص حبة، ما نكتروش بزاف. غادي ناخذ واحد 100 غرام ديال الشعريه الصينيه. بالنسبه للشعريه الصينيه فكتاخذوها كديروها اما كتبيتها ليله كامله في ماء بارد، اولا كتاخذوها كتغليو الماء وكديروها فيه مده 5 دقائق وكتصفيوها وكتقطعوها صغير بزاف. عندنا جوج حبات تاع مطيشه مقطعين رقاق، عندنا زلافه ديال الزيتون محيدين ليه العظم هذاك الخضر، عندنا المعدنوس هنايا، معلقه كبيره ديال معجون الطماطم، عصير نص حامضه، علبه ديال الطون المعلب، عندنا شويه ديال التحميره، عندنا معلقه ديال الهريسه، معلقه ديال الموطارد. علاش انا درت الموطارد؟ لانني ما يلا رقت الحامض مصير وباقي ما وجدتش لي هذا، درت الموطارد باش تعطينا واحد البنه تاع الحموضه. اللي عنده الحامض مصير ياخذ ربع حامضه مصيره يقطع طريفات ويضيفها لهاد الحشوه هذه. عندنا الزيت النباتي وزيت الزيتون، التوابل عندنا شويه تاع سكنجبير، الابزار، خرقوم بلدي، كمون وتحميره اولا فلفله حمراء حلوه. هادو هما المكونات. ندوز على بركه الله طريقه التحضير. هنا كما كتلاحظوا كناخذ واحد المقله كنديروا فيها شويه ديال الزيت النباتي وزيت الزيتون وكنشحروا ديك البصيله مزيان حتى كطابق. وغادي نضيفوا ليها دابا عندنا مطيشه، بسم الله، وعندنا كذلك الفلافل، غادي نخليهم يتشحروا مزيان عاد غادي نضيفوا التوابل. من بعد ما شحرنا البصله مع الفلافل او مطيشه، غادي نضيفوا دابا على بركه الله شويه ديال معجون الطماطم اللي طلقته بالماء، وغادي نضيفوا باقي التوابل. كنا عندنا معلقه ديال الموطارد او الخردل، شويه تاع سكنجبير، عندنا شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم بلدي، عندنا الكمون، هنايا عندنا شويه ديال التحميره، وغير فلفله حمراء حلوه مطحونه. منساوش واحد شويه تاع الملح، ما تكثروش الملح لانه غادي نديرو بعض المكونات هي مالحه. تنحركو
غندير واحد شويه ديال العريسه. كتعرفوا ان هاد الحشوه اللي كيكون فيها الحوت اولا شي حاجه الدجاج ملي تنديروا بالطبيعه ديال الحوت شويه هاد الحشوات كيبغيو الحار، تيبغيو الحار وتيبغيو شي حاجه محمضه بحال الحامض مصير بحال المطارد، يعني شي حاجه اللي تجيب تجي محمضه. دابا صافي غادي نضيف هاد الفيرميسي اللي عندي، واخر حاجه كنضيفها بطبيعه الحال عندنا الزيتون مقطع، عندي المعدنوس حتى هو مقطع. وقبل ما غادي نطفي غادي نعصر داك نص حامضه وخارج النار، عاد نضيف الطون. دائما الطون كنضيفوه خارج النار حتى كنطفيو. هنا من بعد ما زولنا من فوق النار ضفنا الطون وضفنا الفرماج، لكن حتى كتبرد الحشوه عاد كنضيفوا الفرماج. غادي نوزع هاد الطون، فرتو هكا بيديا، الحشوه راها بردات، وغادي ندوزو على بركه الله نشكلو المسمنات ديالنا. هنا العجينه من بعد ما ارتاحت شكلنا منها كريات صغيره، وعندنا هنايا شويه ديال الزيت مخلط مع الزبده وشويه ديال الفلفله حمراء اولا تحميره. غادي نبداو على بركه الله تنرشو السطح ديال العمل، كناخذو جوج كريات عجينه قد ما ارتاحت قد ما تعطيكم الطول. غادي نسرح الكره الثانيه بنفس الطريقه. هنا من بعد ما سرحنا الكره الثانيه كنديروها فوق الكره الاولى، يعني تنديروا جوج كريات كنطلقوهم وكنفرقوا بيناتهم بالزبده والزيت. الجوانب كنضغطوا عليهم مزيان، هنا كنطلقوا العجينه مزيان حتى كتبان لينا مورقه، وهذه مساله اللي هي ضروريه. لاحظوا معايا العجينه، احنا لصقنا جوج كريات يعني درنا واحده مع واحده. صافي تنهزوا هكا الورقه ديالنا تنسرحوها. انا خديت هذوك الطويجنات ديال تاكرا هو باش غادي نلمط البسطيله ديالي اولا المسمن ديالي. نتوما ممكن تاخذوا اي اناء عندكم وعلى حسب نتوما كيف بغيتوا الشكل ديال هاد المسمنات هادو يكونوا. كنبسط مزيان باش تاخذ لي الشكل ديال هذاك الطويجي اللي دايره فيه. ولا بان لكم الفائض ديال العجين كتزولوه، ما تخليوش العجينه بزاف يعني باش ما تشكمش العجينه كثيره. دائما زولوا الفائض ديال العجين. صافي تنضغط عليه بحال هكا، نضغط عليه مزيان باش يعطيني الشكل ديال هذاك الاناء اللي درتها فيه. ثم كنزلها باش نزلها في اللاطه ديال الفرن. هنا من بعد ما كنشكلوا المسمنه تاعنا كناخذوا واحد الحبه ديال البيض كنديروا لها شويه ديال الفلفله حمراء اولا شويه ديال معجون الطماطم، وكندهنوا بها هذا المسمن، وغادي ندخلوه للفران تيكون مسخن مزيان على 200 درجه. كنخليهم يطيبوا من التحت من الفوق وتنخرجوهم ونقدموهم بالصحه والراحه. هنا ما تنساوش تاخذوا واحد الكيرطو تكوه مزيان باش ما يتنفخوش. هنا من بعد ما طاب المسمن ديالنا انا غادي ناخذ واحد لاستيس باش غادي نزين هذا المسمن. كناخذ شويه ديال الجبن اللي تيكون محكوك، تنوزعوا شويه على الوجه ديال المسمن. يعني هذه فقط مساله اختياريه، اللي ما بغاش يدير لهم هذه العمليه ما يديرهاش، يعني ماشي شي حاجه اللي هي ضروريه. هنا من بعد ما وزعنا الجبن عندي شويه ديال الفلفل مقطع رقيق، كنأكد على هاد المساله تكون مقطع رقيقه بزاف، تنديروها هكا من الفوق. كنأكد انها تكون مقطع رقيقه غير خضره، ماشي شرط انكم تشويوها ولا تسوطيوها، خليوها غير هكا خضره لانها مقطعه رقيقه. غادي ندخلوها غير واحد 5 دقائق الفران. الفران واخا كندخلو عليه هو طافي، يعني كنطفيو الفران من بعد ما كنخرجو المسمن كنطفيو الفران وكندخلو ليه هاد المسمن. من بعد ما غادي نديرو ليه الجبن غير واحد 5 دقائق صافي نخرجوه. عندي كذلك شويه ديال الزيتون تا هو قطعتو تا هو رقيق،
الزيت الاسود، يعني هنا فقط مساله ديال التزيين. وكنعرفوا ان العين كتاكل قبل من كما كنقولوا قبل من هذا يعني. وحتى هكا الوليدات كيعجبهم هاد الالوان بحال هكا، ملي تنبدا نزوقو ليهم تيعجبهم، يعني تيزعموا شويه على الماكله. ثم تنديروا واحد الحكيكه تاع الزعتر من الفوق، صافي. وغادي ندخل قلت لكم 5 دقائق الفران راه طافي باش ما يكرمش لينا المسمن ديالنا. تنطفيو الفران وتندخلهم غير واحد 5 دقائق يذوب عليهم هذاك الفرماج، صافي. تنقدموهم بالصحه والراحه. المسمن ديالنا كما كتلاحظوا من بعد ما خرجناه من الفران، كنا ملي كنديروا ليه داك شويه ديال الجبن ودوك الفلافل كندخلوه الفران طفي غير واحد 5 دقائق بما داب الجبن، وكنخرجوه وتنقدموه. تيجي رائع جدا هذا المسمن، لاحظوا معايا. وتيجي شي حاجه اللي هي ممكن السيده ديرها للعشاء، ممكن ديرها للغدتي، ممكن ديرها كذلك للغدا، لماذا؟ لان كتعرفوا درنا فيهم انتما كتشوفوا من الداخل كيف تيجي. تيجي رائع جدا، والعجين شي حاجه اللي هي مورقه ورائعه. هانتوما راه كيبان لكم. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوا. لاحظوا معايا، نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا وينال اعجابكم. الى عندكم اي استفسار او اي وصفه بغيتوا نحضروها فما تردوش انكم تخليوا اقتراحاتكم في التعليق اسفل الفيديو. الى حلقه مقبله بحول الله.